وقت حسن أحمد يحقق العلامة الكاملة بالفوز على الميناء المدجج بالنجوم؟ شوف هذا هو اليوم، هذا اليوم هذا الموضوع أنا جاي أمك على مودة شوف كل إنسان، كل إنسان يعمل ويجتهد يجب أن نشيد عليه بالاجتهاد. كابتن حسن أحمد وقع مع نادي كربلاء قبل أسبوعين أو ثلاثة من الدوري العام. نادي كربلاء معاقب من الفيفا بتوقيع عقود مع لاعبين، يعني عاد استقطاباتهم كان من الموسم الماضي. يعني بهذه الأدوات حتى ما عندك لاعب بارز أو ما عندك لاعب نجم، يعني أنت أي مدرب راح يتخوف يروح بهذا الفريق مثل ما صار بالميناء العام. أنا شو شاهد اليوم؟ أنا شاهد فريق قاعد يقاتل، أنا أشاهد فريق قاعد يقاتل. هنا أنا أتكلم لك عليها اللي هي عملية التعامل النفسي مع اللاعبين. هنا أنا الفرق، لما أنا أعرف التعامل النفسي شلون أعرفه؟ أول شيء بالاحتكاكات بالثنائيات. الثنائيات كان أكثرها وأغلبها نادي كربلاء اليوم، يعني كانوا يلعبون بروح. الروح هاي تجي من العامل النفسي والذهني اللي قدمه الكابتن حسن أحمد للاعبين، بنفس الوقت من سرعة ردة الفعل للاعبين. سرعة ردة الفعل شنو هي؟ هي الاستجابة للكرات، يعني عين تنطي إشارة العقل، عقل ينطي إشارة الجسم، ومن ثم انطلق. أجزاء الثانية هنا تفرق وياك. لذلك اليوم احنا شاهدنا فريق جريح قبل بداية الدوري، والآن فريق أنا أشوفه مستوى تصاعدي على أعلى ما يرام. خسروا 5-2 مع زاخو، لكن 5-0 على ما أعتقد المباراة السابقة، لكن كابتن حسن أحمد ما كان متواجد مع الفريق على ما أعتقد ذيك المباراة. يعني بدون نقاش راح تنطي حسن أحمد الأفضل بالجولة؟ أي طبعاً، أي لأن شو ممكن نطيها، ممكن نطيها لعلي عبد الجبار والحسن أحمد، لكن الرجح حسن كابتن حسن ظروف الفريق، لأن ظروف الفريق تختلف. أي تختلف هنا بعكس منه كابتن علي، بس بعد البنك عكس بابلو. بابلو أنت عندك لاعبين جو